بفصل الربيع بتكتر مشاكل صحيح. البشرة وكتير من الأشخاص وخصوصا يلي بيعانوا من البشرة الحساسية كتير ممكن إنه نزيد عندهم هي الحساسية ما بين تقلبات الطقس بين برودة ودفى وحرارة عالية كمان أكيد عفاف. وكمان مثل ما قلتي هي الحرارة ناتجة عن أشعة الشمس بفصل الربيع بتبلش أشعة الشمس وبتكون دافية ونحن بنكون مشتاقين طول الشتوية لهي الشمس الدافية فبنحس أنه عادي إذا طلعنا من دون ما نستخدم أي شيء يحمي بشرتنا وممكن نستخدم مواد كيماوية يكون لها ضرر بدل ما يكون لها فائدة. شو هي الاستخدامات الخاطئة للمستحضرات الكيميائية اللي ممكن نحطها على بشرتنا وهي تضرنا؟ وأيضا أحيانا في ناس تعمل مثلا تقشير وغيره من الأشياء كمان بتأثر بهي الفترة. كل هالتفاصيل رح تطلعنا عليها ضيفتنا الكيميائية براءة حداد. صباح الخير وكل عام وأنت بخير، كيفك؟ صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية هيك يعني نتعرف على شمس الربيع، ليش هي ممكن بنسمع كتير أنه تكون مؤذية أكثر من شمس الصيف بدرجات كتيرة وممنوع نحن نعمل أي شيء وخصوصا إذا كان بشرتنا حساسة؟ صحيح. اول شيء بفصل الربيع نحن لما اللي بيجي بنكون فعلا نحن مشتاقين لهي الشمس للدفى ولحتى نعمل النشاطات الحيويه اللي بنعملها بفصل الصيف، لكن في هون مفهوم خاطئ انه نحن لما بنطلع على هي الشمس الناس بتفكر انه هي صحيه باي وقت انه مو بس الصباح، كلياتنا بنعرف شمس الصباح كثير مفيده لتعزيز المناعه وفيتامين د، لكن بفصل الربيع هي إلى أوقات مؤذية مثل الصيف. الأسباب كتيرة، أول شيء أنه نحن بفصل الشتاء ما لنا متعودين على الشمس القوية فبشرتنا خلص أخذ مثل موضع استراحة ما في كتير إفراز ميلانين. أما لما اللي بنيجي على فصل الربيع وقت اللي بدنا نطلع بهي الفجأة أول شيء بدنا نحس فيه هو الصداع، ثانياً الحكة. إذا بتلاحظوا متى ما طلعتوا بالربيع أنا في عندي حساسية من شو السبب أنه أنا بضلني بحكي ببشرتي؟ أنا بفصل الربيع في عندي غبار الطلع، فعندي كمية كبيرة من الغبار والأتربة وزهر النباتات أو الأشجار المثمرة يلي بتكون منتشرة بكل الجو يلي ممكن نحن ما منحس فيها ولا منشوفها، لكن مع أي حركة هواء أنا بيكون عندي الجو معبأ بغبار وأتربة وفيروسات وغبار الطلع يلي هي ممكن يلي هي أساسية بأنه تسبب لي هاي الحكة والحساسية إن كانت على الجهاز التنفسي أو على البشرة أو حتى على الشعر. نقطة تانية، نحن بنعرف أنه الشمس بدها تكون عمودية، فبشرتي أنا طالعة من فصل الشتاء إلى الربيع منا مستعدة لهي الشمس القوية، وللأسف نحن بتكتر نشاطاتنا بوقت الظهر. يعني أي صبي أو أي حدا طالع بيقول لك هي الشمس غير مؤذية، بالعكس هي جدا مضرة، تترك تصبغات على البشرة، حتى أنا بتعمل لي مشاكل بالعيون. إذا بتلاحظوا فيها في كتير ناس ما بترتدي النظارة الشمسية بهي الفترة، بتقول لك لا للصيف، فأنا بتعمل لي مشاكل بالعين، حتى بتعمل مشاكل حول العيون إنه بتلاقوا في ترهلات، حتى في تعب مجهد. نقطة تانية، إذا بتلاحظوا نحن بالربيع بنخفف اعتناء بالبشرة، كمان هي صدمة للبشرة بنسبب له إياها بفصل الربيع، فأنا بدي أكون مستعدة كتير. أما مثل ما تفضلتي حضرتك بالصيف ما بنلاقي هاي المشاكل، ما أنا طول الوقت عم جهز حالي للصيف لشمس الصيف ونشاطات الصيف ولكل أوقات الصيف. طيب أستاذة براءة، خلينا نحكي كمان اليوم كيف بنقدر نحمي نفسنا وشو المواد اللي بنقدر نستخدمها. هلأ في ناس ما بتاخذ العلاجات الطبية صحيح. او بمحمل الجد بتقرا مثلا منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كريم سحري ممكن يفيدك بي صحيح. وبتجيبه هالكريم وهو كله مواد كيميائية بالنهاية صح. فانا كيف بعرف شو الصح؟ تماما. هلا اول نقطة بدنا نحكيها نحن، انا وقت اطلع برا بيتي وانا بدي اتقبل هذا الجو الخارجي بما فيه بكل الفصول انا لازم اكون مجهزه الواقي الشمسي تبعي. كثير من قابل ناس بحياتنا اليوميه ما عندهم ثقافه انه هي الشمس بدها تضر سواء بالشتاء او بباقي الفصول السنه. صدقا انا بقابل كثير من الصبايا بيقولوا لي ان احنا عندنا مشكله تصبغات، اول سؤال بسالهم اياه على روتين حياتهم اليوميه بيستخدموا واقي شمسي او لا؟
صدقا يعني حتى انه الصبيه بتكون متعلمه واصله مرحله منيحه من التعليم، برايهم اشعه الشتاء شمس الشتاء غير اشعه شمس الربيع والصيف، هي نفسها، لكن نحن جو الشتاء بيكون قاسي، بنفكر انه نحن ما بنحتاج طاقه شمسي، ما هي يو في يعني الاشعه فوق البنفسجيه من النوع A و B، هي اللي بتخترق طبقات الجلد العليا والعميقه ايضا، يلي هي بتسبب انه بيترسب فيتامين د اللي موجود بالشتاء موجود بالربيع وباقي الفصول. لكن نحن شلون بنستعد؟ اي وقت بتطلعوا فيه برا البيت الدنيا نهار لازم نحط واقي شمسي. ليش نحن بنأكد عليه بالصيف؟ لانه الشمس بتكون قويه، فنحن باعتقادنا انه بالصيف بتسبب التصبغات وبتعمل لي الحساسيه والبثور وغيرها. لا، انتم باي وقت بتطلعوا فيه شمس هي الشمس رح تاذينا. لذلك الواقي الشمسي بكل الفصول، حتى لو كانت الدنيا ربيع وبيقول لك هي الشمس خفيفه، لا، هذا الاعتقاد خاطئ جدا. النقطه الثانيه، نحن بنعرف انه الشمس هي المسبب الاساسي للتصبغات حسب الوقت اللي انا بتعرض فيه للشمس. يعني اذا انا طالعه بقلب النهار اكيد الشمس عموديه ورح تحرق، مو مبرر نطلع بقلب النهار بلا طاقيه بلا النظارات الشمسيه وبلا الواقي الشمسي. الواقي الشمسي دائما يتجدد كل ساعتين، وهذا بيرجع لحسب بشرتنا والظروف المحيطه فينا. اذا انا قاعده بالمكتب وما بطلع منه للساعه 4 اكيد لازم احط واقي شمسي قبل ما اطلع من المكتب او قبل ما اطلع من دوامي، وحسب طريقه الطلعه اذا انا طالعه بسياره او تنقل. كمان ضروري انتبه اذا انا بدي امشي بالشارع لازم يكون في طبقه من الواقي الشمسي. النقطه الثانيه، الصبايا اللي بيتعمدوا الى مزج كثير من الالوان على البشره، حاولوا بالصيف والربيع تخففوا منها قدر الامكان. نحن ما عدنا بالشتاء لحتى تفكروا نحن ما بنتاثر، لا، نحن بنتاثر وزياده كمان. نقطه ثانيه، لما بنرجع على البيت حطوا ببالكم دائما 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 اول ما ترجعوا على البيت لازم نغسل البشره بالغسول المناسب للبشره. هي نقطة كتير كتير مهمة، ونكون حريصين على ترطيب الشفاه وترطيب البشرة بعد استخدام الغسول. على سيرة الترطيب، هلأ جينا على مشكلة كتير من الأشخاص عم يواجهوها، هي خشونة الإيدين والرجلين، وخصوصا بهذا الفصل بتزيد هي المشكلة. صحيح. ممكن يكون في كمية سوائل مناسبة مع ترطيب مناسب كمان، ولكن المشكلة بتضل. كيف نحن ممكن نحل هي المشكلة؟ أول سبب، نحن بالشتاء إذا بتلاحظوا روتين السيدة بتقلك أنا كل يوم برطب إيدي حتى الزراع كاملة. ليه؟ لأنه جو الشتوية جدا قاسي، درجات حرارة متدنية جدا، فنحن بتلاقينا بنتعرض للتدفئة سواء كانت مازوت أو أي شيء تاني. بالشتاء عنا روتين، بالربيع هذا بيختفي إذا بتلاحظوا من معظم السيدات، ما فينا نقول الكل. اول ما ببلش الربيع يجي اذا بتلاحظوا نحن بنقول بدنا نعرض حالنا لاشعه الشمس، فاللي ببلشوا يلبسوا ثياب مكشوفه الايدي او حتى شوي من الصدر او حتى مثلا من باقي الجسم، ليه؟ فرحا بالشمس، انه انا بدي استقبل الشمس بهي الحيويه. لما ببلش انا اتعرض لهذا الجو المليء غبار اتربه، غبار الطلع، فيروسات، انا بتبلش الخشونه عندي. هي الفكره مو بس من الجو، الفكره مني انا خففت الروتين تبعي وخففت الاعتناء. طيب صح نحن نحط مرطبات ونطلع فيها على الشمس ما انا مشكله ابدا، بس في نقطه، انا لما بدي احط مرطب على بشرتي على ايدي خصنص لما بدي اطلع، طالما اليد معرضه للشمس انا لازم احط واقي شمسي. هي نقطه كثير مهمه مشان ما تسبب اسمرار. النقطه الثانيه، نحن الشمس قويه، اذا بتلاحظوا اذا انا ماني حاطه على ايدي طبقه الواقي الشمسي رح تلاحظوا حكه طول الوقت. الحكه بسبب الجو الملوث الخارجي واشعه الشمس، لانه هي البشره ما كانت عم تفرز الميلانين، هلا بلشت تفرزه اكثر. ليه؟ لانه الشمس بتحرض على افرازه بشكل اكبر. لذلك المشاهدات اللي بتشوفوها بفصل الربيع والصيف ما بنشوفها بالشتاء. نحن بالشتاء حريصين على انه نرتدي الملابس السميكه لحتى ما نبرد. هي هي الفروقات اللي بتصير، فهي بتوقف على وعينا الصحي وثقافتنا مع الشمس بكل الفصول. طيب استاذه براءة، خلينا نحكي كمان، منتشر حاليا كثير من انواع الواقيات الشمسيه، البعض بيقول انه 50 كافي بالصيف او بشكل عام 30 بالشتاء 50 بالصيف، البعض بيقول لا 100%.
هل بتختلف؟ واذا كان في البعض بيستخدم مثلا اللي بيجي معه لون لون يعني تماما انه مشان ما يحط فونديشن الصبايا، فهل في اختلافات وهل له تاثير اذا كان معه لون او لا؟ لا، هلا اول شيء لنبلش بالواقي الشمسي. الفكره وين؟ اولا بدي اعرف نوع بشرتي. اي صبيه ما نعرفانه تحدد نوع بشرتها تلجا لاخصائيه الجلديه او الاخصائي التجميل طبيب الجلديه بحدد نوع البشره. النقطه الثانيه انا بدي اعرف انه هل بشرتي صحيه سليمه خاليه من التغيرات الهرمونيه من البثور، خاليه من الزؤان الاسود اللي بيطلع عند الرؤوس عند راس الانف او منطقه الدقن. هي اول نقطه. اذا انا ما عندي مشاكل فمعناتها استخدام الواقي الشمسي بالنسبه لي سهل جدا، حتى استخدامه بيكون كتير مريح. هلا في نقطه بيسالوني اياها الصبايا انه انا لما بحط واقي الشمسي بحس في تكتلات. التكتلات مو لانه الواقي سيء، واكيد نحن رح نلجا للواقي الجيد من الصيدليه. الفكره وين؟ انه انا اللي ماني عامله تنظيف للبشره، البشره لسه فيها ترسبات دهنيه وترسبات من استخدام كل انواع كريمات التجميل ومستحضرات التجميل. فانا لما بدي اعمل هيك حركه بدي اكون حريصه على التنظيف العميق للبشره، بعدين لحتى فوت اني احصل على مكياج كامل فيه الواقي الشمسي وفيه المستحضرات الثانيه. الواقي الشمسي بيتحدد قديش انا بدي اتعرض لهي الشمس، وبيتحدد على لون بشرتي. دائما البشره البيضاء الفاتحه يلي بتكون هي شو مشكلتها؟ انه اول ما بتتعرض على الشمس بتلاقيها فورا صافي حساسيه. لذلك نحن بنقول بنستخدم الواقي الشمسي يلي بيكون على درجات عاليه. صيف او شتاء انا ككيميائيه بقول لك، يعني كحدا بيشتغل كان بتركيب الكريمات التجميل، أنا مع استخدام طبقة الواقي الشمسي بدرجة عالية، لأنه الشمس يلي موجودة بالشتاء نفسها اللي بالربيع نفسها يعني 50 أو أكثر 100 درجات دائما الدرجة العالية للبشرات البيضة والحساسة. بتيجي بقى الدرجات المنخفضة للصبايا اللي بتكون بشرتهم الحمطي الغامق أو الأسمر. تمام. لما أنا بدي أحس حالي عندي مشكلة وما عم بقدر أتلافاها يفضل اللجوء إلى طبيب الجلدية لحتى يحدد هاي القصة. بنرجع بنقول مشان موضوع اللون، موضوع اللون هو تجميلي بحت. كل مستحضرات التجميل اللي بتشوفوها اللي هي اللون البرونزي ومشتقاته والبيج ومشتقاته هي منضف للون صناعي لحتى أنا أحصل على درجة اللون اللي بدي إياه، إن كان مثلاً الأبيض أو إذا بتلاحظوا في كريمات بتعطيكم على لون زهر، هي عبارة عن ألوان بتنضاف مناسبة للبشرة، بتنضاف بالبشرة المطابقة للمواصفات العالمية لكريمات التجميل. أنا مع استخدامها ليش؟ لأني بوفر أني استخدم مستحضر التجميل الثاني اللي هو الفاونديشن. الفاونديشن في صبايا ما بتطلع بدونه، أنا ضده. لا، حطوا واقي شمسي يكون فيه لون خفيف، بتحصلوا على البشرة المرموقة الصحية. أما الفاونديشن يفضل استخدامه بأوقات المساء، يعني إذا أنا عندي مشوار مع رفقاتي ممكن حفلة أو سهرة وقت المساء أنا ماني بحاجة للواقي الشمسي. فبتوقع بهيك نصائح بتكون عرفت الصبية توازن ما بين استخدامات الواقي الشمسي بالصباح والفاونديشن بوقت المساء. اليوم كمان عم نشوف كمان شباب عم تعتني ببشرتها وعم تحط واقي شمسي والترطيب، ولكن كمان في مشكلة شائعة بين كل الأشخاص اليوم هي تشقق الشفاه بهذا الفصل. كيف نحن بدنا نلاقي حل كمان وبحيث كمان إنه نقدر نطلع على الشمس إذا عم نحط شيء مرطبات؟ على فكرة أنا مع إنه أي حدا يستخدم الواقي الشمسي حتى لو كانوا أطفال وطالعين. لما نحكي على شاب عم يستخدم واقي شمسي هي ما أنا مزمة، وأنا برأيي هي حالة صحية جداً جداً جداً، مثل ما بشرة السيدة بتتحسس كمان بشرة الشاب كتير بتتحسس، وحسب طبيعة شغله هو شو عم يكون، يعني ما بعرف إذا هو ممكن بلامس الشمس أو كان هو بمكتب أو ما شابه ذلك. فأنا مع استخدام الأشياء الصحية اللي أنا بتدعمني اللي بتحميني من الأمراض. اليوم لما بيكون ببشرتي تصبغات أو كلف هذا نوع من المرض الجلدي، بالمناسبة بياخد وقت كتير طويل لحتى نعالج جميع الأمراض الجلدية بده وقت، لأنه أنا وقت اللي بده يكون عندي تصبغ أو كلف فهو إله درجة، ما بيروح بكريم عادي، في منه ما بيروح إلا بتقشير على مدى سنين. ليش اليوم حب الشباب اللي بيترك ندبة؟ هو مشكلة جلدية، هو مرض حتى بيأثر على النفسية، فأنا بحاجة إلى علاج يستمر إلى سنوات لأنه بياخد وقت بالترميم ولحتى يعطيني المنظر اللي أنا بدي إياه. تشقق الشفاه
إذا ما في علامة مرضية اللي هو ممكن يكون قريب كتير قوي بسبب تشقق الشفاء أو نقص الفيتامينات البي 12 وبي 6 وبي 3 لما بتكون ناقصة بجسمي فهي بتعطي مؤشر على الشفاء إنه فيها تشققات أو أحياناً أنواع من الأدوية باخدها مثل الصبايا اللي بياخدوا الريتان اللي بيعالج حب الشباب دائماً يسبب تشقق شفاء لأنه هو بيعتمد على تنشيف الحبوب في الجسم فهذا مؤشر على التشققات أو التلامس مع الهواء الخارجي بدون ما حط مرطب تشقق الشفاء أولاً إذا موجود التشقق واضح أول شيء بعمل سكراب بحاول اني قيم القشور الخارجيه بسكراب كتير بسيط موجود ببيتنا سكر وزيت 100% سكر وزيت او اللي ما بيحب طعمه الزيت على شفايفه احيانا بنستخدم زيت الزيتون بنستخدم الفازلين ما عندي سكر انا فيني استخدم تفل القهوه بقايا القهوه المغليه انا فيني استخدمها مع فازلين افرك الشفايف بشكل دائري دائري مثلا اتجاه من اليمين لليسار او من اليسار لليمين حسب نحن شو بدنا يعني تقريبا بدي 5 دقائق لكن التدليك لا يكون عنيف مشان ما سبب ازرقاق بالشفه ومشكله بالاورده اضغط على الاورده تدليك خفيف لمده 5 دقائق بالمناسبه هذا السكراب فيني مده لكل بشرتي وهو يعتبر نوع من انواع التقشير الخفيف الخارجي للبشره مثل ما حكينا ما بيخرش يعني أبداً. في ناس بتخاف تستخدم السكراب اللي هو سكر وزيت بتقول لك انه بيخرش البشره بتعرفي انه سبب التخريش هو التدليك العنيف وليس هو حبيبات السكر لانه حبيبات السكر الموجوده عندنا جدا ناعمه تمام ما حبينا السكر انا بدي بس شويه بلورات سكر يعني معلقه صغيره بدي نصها ليس اكثر تمام انا بخلطهم منيح بعدين بطبقهم على البشره لكن التدليك هو الاساس انا عم بحكي على موضوع انا مجربته على حالي وفعلا ولا مرة أنا حسيت أنه صار عندي خدوش أو مثلاً إزرقاق بالعكس البشرة بعد السكراب بتحسوها توردت حتى الخدود صارت حمرة كلها يعني هذا مؤشر أنه في تحريك للدورة الدموية وتحريك للكولاجين بالبشرة فأول شيء بتعمد أنا على تقشير الشفاه بتخلص من الطبقة البيضة اللي بتلاقوها حتى إذا بتلاحظوا أنه هي بتطلع بإيدنا بكل أريحية ما بتترك نقاط دم حتى لما بقيمها أنا ما بحس بهذا الألم ليه؟ لأني أنا عملت لها هذا التدليك الخفيف وتطلع وصارت وطلعت بسرعة بعدين أنا بغسل بشرتي بالغسول المناسب أو إذا بدي غسيل بالماء الدافئ يعني دافي بارد ما يكون ساخن لأنه مؤذي بعد ما بخلص أنا عن طريق التنشيف بالمنشفة الخاصة أو بالمحارم ما في مشكلة بعدين الترطيب أنا بكون حريصة بشكل يومي مثل ما برطب بشرتي وإيدي لازم رطب الشفاه ترطيب الشفاه في عدة مستحضرات أرخصها الفازلين أرخصها نقطة واحدة للشفاه الفوق واللي تحت أو مثلا بكريم بانتينول في هو نوع مرطب شفاه أو مثلا زبدة الكاكاو اللي بنشوفها بالصيدليات 100% يعني نصائح كتير مهمة وفعلا نحن بهي الأيام اللي بلشنا فيها شهر الربيع ومنطلقين على الصيف والمرتفعات الجوية مثل ما بيقولوا صحيح. بلش بقى المرتفع خلينا هيك نكون صحيين باستخداماتنا شكرا لك أستاذة براءة مثل العادة وكل النصائح اللي بتقدمي لنا إياها شكرا لكم شكرا لك أستاذة براءة وأهلا وسهلا فيكي